بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية أصدقائي. أنا عمر ربابعة، رجعت لكم اليوم فيديو جديد. اليوم أصدقائي إن شاء الله راح نحكي عن كيفية إنك تقوم بترجمة ملف كامل، سواء كان كتاب أو سواء كان تشابتر معين أو سواء كان أي ملف موجود بأي لغة، من أي لغة في العالم إلى أي لغة أنت بدك إياها. ممكن تحول هذا المادة أو هذه الكتاب أو أي إشي بين إيديك، ملف PDF أو Word أو شو ما كان، بتقدر تحوله من اللغة الإنجليزية على سبيل المثال إلى اللغة العربية وبنقرة زر واحدة. راح نشرح لكم إن شاء الله على جهاز اللابتوب أو الكمبيوتر، أيضا على الهاتف الشخصي اللي بين إيديك. راح يكون إن شاء الله شرح سريع وبسيط وسهل، فتابعونا. راح نبلش الآن إن شاء الله الفيديو. قبل ما نبلش لا تنسوا أصدقائي تعطونا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، ويلا نبلش. أول شيء أصدقائي، بالنسبة إنه كيف بدك تترجم سلايد باللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية أو من أي لغة لأي لغة. أول شيء أصدقائي، تدخل على أي شابتر موجود بأي لغة عندك، إنجليزي، فرنسي، إسباني، anyway. بتدخل مثلا، أنا هذا عندي الشابتر مثلا، هذا موجود في اللغة الإنجليزية زي ما أنتم شايفين، هذا الشابتر موجود في اللغة الإنجليزية عندي. الآن بقدر ما أحوله للغة العربية بس بنقرة زر واحدة وخلال ثواني فقط لا غير. شلون راح أعمل هذا الإشي؟ كل ما علي أني أدخل على جوجل. بعد ما ادخل على جوجل كروم راح الاقي هون اصدقائي اللي هن هون، راح تلاقي جوجل ابس اللي هن تطبيقات جوجل. مجرد ما دخلت على جوجل ابس او تطبيقات جوجل راح تلاقي هون عندك جوجل ترانسليت، مباشره تدخل عليها راح يدخلك على هذه النافذه جوجل ترانسليت. مجرد ما دخلت على جوجل ترانسليت راح يكون في عندك هون كلمه اسمها دوكيومنتس، تدخل على دوكيومنتس وبتختار أي ملف بدك إياه، browse your computer، أو تختار هاليوم بيحكي لك من سواء Word ولا PDF ولا PowerPoint ولا Excel شو ما كان. بتدخل بتحط browse your computer وبتختار أي ملف بدك إياه. مثلا أنا هذا الملف اللي في اللغة الإنجليزية هذا هو، بحط open. بعد هيك بختار هون اللغة اللي بدي إياها، مثلا أنا بدي أحوله من الإنجليزي إلى العربي، بدي أحوله. ممكن أنت ممكن في ملفات تحولها من العربي للإنجليزي، موجودة ما في أي مشاكل، تقدر إنك تحولها. بعد هيك الآن يعني هاي 66 سلايد، يعني فيها كبيرة حجمها، فبالتالي كل ما علي فعل الآن أحط بس ترانزليت واستنى ثواني لحتى يترجم لي إياها من اللغة الإنجليزية للغة العربية. الآن أصدقائي هيك تمت الترجمة بشكل كامل، لاحظوا كانت في اللغة الإنجليزية صارت كاملة باللغة العربية موجودة كاملة، إلا بعض المصطلحات العلمية طبعا، لأنه هو أصلا إذا أنه ترجم لك إياها راح يصير في خلل عندك أنت نفسك. فهاي هي زي ما أنتم شايفين، وطبعا فيها برضو خاصية كثير حلوة انه مثلا اي جمله مثلا بالعربي فيها مشكله، انت شفت انه فيها مشكله، فبالتالي كل ما عليك فعلا انك تاشر عليها فراح يعطيك نصها باللغه الانجليزيه، او انك تضللها تضليل بهذا الشكل فهو برضه راح يعطيك النص تاعها هون في اللغه الانجليزيه زي ما انتم شايفين. هاي بالنسبه لللابتوب، طريقه اللابتوب او الكمبيوتر بشكل عام طريقه كثير سهله وبسيطه. اما بالنسبه لطريقه التليفون، تعالوا نشوف بالنسبة أصدقائي للهاتف اللي بين إيدينا، كيف ممكن إنه إحنا نعمل أو إنه نترجم من الهاتف اللي بين إيدينا؟ العملية جدا بسيطة وسهلة. كل ما علينا إنه نعمله حاليا إنه ندخل على جوجل أو أي متصفح آخر. بعد ما ندخل على جوجل أو أي متصفح آخر بندخل زي ما عملنا في اللابتوب، ندخل على جوجل. بعد ما ندخل على جوجل راح ندخل على تطبيقات جوجل هون، وبعدين أصدقائي راح نيجي على الترجمة. راح تلاحظ في التليفون إنه ما في كلمة مستند. طب هاي المشكلة كيف بدنا نحلها؟ نيجي على هذول الثلاث نقاط، بعديها بننزل لتحت راح تلاقوا هون إنه بدي أحول تليفوني لصيغة إنه يصير زي الكمبيوتر أو زي اللابتوب. بدخل عليها،
بعديها أصدقائي لاحظوا ظهرت عندي كلمة مستندات فوق، بحط عليها. بعديها بحط تصفح الكمبيوتر. طبعا قبل ما أتصفح الكمبيوتر تعالوا نشوف مثلا الملف اللي راح أترجمه. لاحظوا هذا الملف اسمه chapter 26، لاحظوا إنه كامل باللغة الإنجليزية موجود، وأنا بدي أحوله للغة العربية. العملية جدا بسيطة وسهلة برضه، حتى عن طريق التليفون أحط تصفح الكمبيوتر، بعديها أحط ملف وبنزل على الملف اللي أنا بدي إياه اللي هو chapter 26 زي ما انتم شايفين هيو. وبعديها اصدقائي بحط ترجمة من اي لغة، مثلا بحطها الان اللغة الانجليزية موجودة، او هو لحاله بيتعرف على اللغة، لكن انا حطيت من اللغة الانجليزية بدي احول اللغة العربية، بحط ترجمة. راح ابلش ترجم لي الان، وزي ما انتم شايفين اصدقائي بشكل سريع جدا ترجم لي اياها للغة العربية كاملة. هذا الشابتر ترجم لي اياه للغة العربية. لهون بيكون ترجم هذا الشابتر كامل ان شاء الله، عملية جدا بسيطة وجدا سهلة. لهون ان شاء الله اصدقائي بيكون انتهى الفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطونا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وان شاء الله تكونوا اصدقائي استفدتوا من هذا الفيديو. واي مشكلة بتواجهوها اكتبوا لنا اياها تحت في التعليقات، واعطونا برضو رأيكم في التعليقات تحت عن هذا الفيديو. شكرا كثير على المشاهدة، يعطيكم العافية. مع السلامة في أمان الله.